بسم الله الرحمن الرحيم. كنت قبل أيام أتصفح شهاداتي منذ الصف الأول الابتدائي إلى الرابع الثانوي، مما استغربته أنني لا أغيب أبدا بغير عذر، يعني الغياب بغير عذر صفر، هذا في غالب المراحل إن لم يكن في جميعها، ولم يكن هذا خاصا بي، وإنما غالب من كان في وقتي في ذلك الوقت من الطلاب كانوا لا يغيبون أبدا، إما خوفا من المدرسة وعقوباتها، وإما حبا في المدرسة، وإما خوفا من الوالد. الوالد لا يسمح أبدا أن يغيب الطالب بلا عذر، وحتى في الحالات المرضية فهذا يندر جدا. فرق بين ذلك الجيل وبين الجيل الذي يجتمع اليوم في جروبات الواتساب ويتفق الطلاب فيما بينهم، طلاب الفصل الذين عملوا لهم جروب خاص في الواتساب من يريد الغياب، فتصل النسبة إلى الجميع، الكل يريد الغياب أو الأكثر، فيغيب هؤلاء الطلاب، فيأتي الطالب لولي الأمر يقول له بكرة ما في دوام، من اللي قال ما في دوام؟ قال بكرة خميس، طيب من اللي قال إن الخميس ما في دوام؟ قال الطلاب، إحنا الطلاب اتفقنا إن إحنا، فوضى هذه لم نعهدها أبدا في ذلك الوقت. في ذلك الوقت يا سادة كنا نذهب إلى المدرسة صباحا، والله لازلت أذكر كيف تأخذنا الوالدة أنا وشقيقي نمشي مشيا طويلا، يعني ما يقرب من 6 أو 7 كيلومترات تقريبا، مسافة طويلة جدا، نأخذ التراب معنا بأقدامنا وملابسنا، ونصل المدرسة قبل الطابور بنصف ساعة، وعلى قولة واحد من الطلاب ذاك اليوم تقام دوريات نهائيات مباريات في بين الفصول والطلاب قبل الطابور. تخيلوا قبل الطابور، احنا احيانا نصل قبل الطابور بساعة، كله لعب في قمة النشاط. ولما كبرنا نوعا ما وبدأنا نمشي ايضا لوحدنا كنا لا نتردد أبدا، نذهب مباشرة إلى المدرسة، نسابق الطلاب الآخرين، بل لازلت أذكر أن والدي حفظه الله أحيانا كان يأخذنا بالسيارة فلا يفتح إلا على إذاعة الكويت، وكان الوقت في ذلك الوقت إذاعة جهينة، عندنا برنامج مشهور كان يقدمه المذيع المشهور أحمد سالم رحمه الله، اسمه وعند جهينة الخبر اليقين، معه أستاذة فاضلة نسيت اسمها الآن. وكنا ونحن صغار عندنا شغف لسماع هذه المعلومات وحفظها، بل على عكس ذلك تماما اليوم بعض أولادنا عسى الله يهديهم ويصلحهم ويبارك فيهم، قليل منهم اللي يحرص يذهب للمدرسة، ما يذهب إلا مع الطابور أو يذهب أحيانا بعد الطابور، وكله تخلف ورغبة عن الدراسة. يا سادة نحن كنا ونحن صغار، حتى الطالب الكسلان كنا نحرص على الحفظ، على الحفظ والهمة والدراسة، ما كنا نعرف المدرسين الخصوصيين أبدا أبدا أبدا، إلى سنة 1990 من الميلاد فيما أذكر لا يوجد مدرس خصوصي واحد، أحيانا جمعية المعلمين الكويتية أو بالتنسيق مع المدارس وزارة التربية تفتح فصول للتقوية التابعة لوزارة التربية أو لجمعية المعلمين برسوم رمزية وأحيانا بلا رسوم، لا نعرف المدرس الخصوصي أبدا. اليوم من طلابنا يستطيع أن يدرس بلا مدرس خصوصي أو بلا معهد خاص؟ كنا نحفظ الدرس، نحفظه حفظا نصمه صما. ما زلت أذكر الأستاذ بكور، لا أدري إن كان حيا أو ميتا حفظه الله ورحمه، أستاذ بكور كان يدرسنا اللغة الإنجليزية في يوم من الأيام في الحصة الأولى، قال حط 10 كلمات باللغة العربية، قال من يقدر يكتبهم باللغة الإنجليزية؟ أستاذ بكور في ذلك الوقت في ثاني متوسط كان مرعبا فلسطينيا، ولم يرفع أحد يده، أنا أذكر أنني رفعت يدي، قال لي لو أخطأت خطأ واحدا ضربتك 10 ضربات. يا لطيف، مع شدة البرد، والله أذكر أجبت عن 9 وأخطأت في واحدة، أخطأت في واحدة منها فضربني 10 ضربات، عن كل كلمة ضربة. ما زلت أذكر المنافسة بين ثالث واحد وثالث اثنين، كالمنافسة بين بريدة وعنيزة، بريدة وعنيزة هذه من مدن القصيمة يضرب بها المثل في الخلاف أحيانا، والله أذكر إحنا أنا في ثالث اثنين وجينا ثالث واحد، كان مدرسنا يدرسنا مسرحي، فقال لي يا عبد العزيز، أنا كنت عضو في الفريق المسرحي في ذلك الوقت، قال لي المسرحية البروفة راح تكون في ثالث واحد. يا لطيف،
يعني انا من اهل بريده اروح لاهل عنيزه وبروحي لوحدي، هذا مشكله مصيبه. فالمهم اذكر اني دخلت عليهم في الفصل، وهي عباره عن مسرحيه عن محكمه الغابه، القاضي هو الاسد، فانا كنت محاميا عن الفئران. فما وعوا ثالث واحد الا انا داخل عليهم الفصل، طبعا في نصف المسرحيه، وانا اقول هكذا: انا محامي الفئران، امحق لقب انا محامي الفئران. ودخلت يعني بقوة مع جو المسرحية، لكن المشكلة ثالث واحد مسكوا علي، كل ما شافوني بالفرصة ما ينادوني إلا بمحامي الفئران. كانت عندنا هذه الرغبة يا سادة. أنا ما زلت إلى اليوم، عمري الآن 50 سنة، ما زلت إلى اليوم أحفظ أسماء الطلاب الذي كانوا معي بأسمائهم الرباعية: صلاح أحمد، محمود أحمد، حماد، هذا فلسطيني لا أدري أين ذهب، الأردن أو أمريكا، معتصم صبحي أسعد، شايم الأدهم راضي مخلف الشمري، فيصل صيوان، علي جابر حيمان نزال، علي هادي دويك وادي الفضلي، يعني نحفظ الأسماء كاملة، يعني كأننا في لجنة تحقيق جنسية. كانت يعني مدرسة، كانت كياننا، كانت حياتنا، كانت روحنا، ولذلك كنا متعلقين بها جدا. وكانت النسبة من الصعب جدا، انك تأخذ نسبة 90%. هذا لا نقول فلان أخذ نسبة 90%، نادر جدا. اليوم السنة هذه في الكويت 35 طالبا غير كويتيين من إخواننا العرب أخذوا نسبة 100%. 100% يعني مع المعدل التراكمي، الأول الثاني والثاني ثانوي والمرحلة الأخيرة الثالث ثانوي. كيف أخذ هذا 100%؟ يعني طوال الثلاث سنوات لم يخطئ خطأ واحدا. أنا أعرف أن هناك بعض الطلاب نوابغ، لكن ولا خطأ 100%، هذه لا نعرفها أبدا، نسجب من خيال في ذلك الوقت. وأما الاحتفال فحدث عن الاحتفال ولا حرج. يعني أنا كنت في الصف الأول الابتدائي 1980 وثاني ابتدائي، كنت إذا نجحت أنا وإخواني إيش الجائزة؟ الجائزة كانت عبارة عن صندوق بيبسي، اللي هو علبة الزجاج، هذه البيبسي الحين موجودة ممكن قليلة، كنا ذاك الوقت في ذلك الوقت تأتي سيارات المشروبات الغازية وتبيع الصندوق بدينار أظن. فكنا في وقت لما ننجح كان الوالد يشتري لكل واحد صندوق بيبسي، طبعا له ولجيرانه ولأهله، فالجيران يعرفون أن هناك طالبا نجح، والدليل صناديق البيبسي اللي توزع بالشوارع، فصندوقين بيبسي، ثلاث صناديق، يعني تخرجنا احنا من الثانوي واحنا نوزع بيبسي. وطبعا نادرا أن تقام حفلة عشاء، يعني واحد يذبح لك ذبيحة، هذا نادر، إذا ما يكون إلا إذا تخرج من الثانوي بس. لكن اليوم تدفع للولد أو البنت اللي تو، خاصة البنات اللي تخرجوا، 2000 دينار، 3000 دينار، حفلة التخرج هذه أنت تسويها في بيتك ولا في صالة قاعة أفراح ولا في فندق، وتعال شوف التجهيزات والهدايا اللي تجي، ثم بعد ذلك حفلة للطلاب تدفع أنت ولي الأمر ممكن 200 دينار، يعني تقريبا 800 دولار، وحفلتك أنت لوحدك 10,000 دولار، وحفلة وهي صور. أنا أقول الأفضل نرجع للجيل البيبسي، رجعوا عيالنا لتعليم جيل البيبسي، تكون المخرجات مخرجات جيل البيبسي. أما اليوم مخرجاتنا ما نقول إلا عسى الله يبارك بعيالنا ويحفظهم، والشقعود والخطأ عنده وعندكم، لكن تأمل بعيالنا خير، عسى الله يحفظهم ويبارك فيهم. يعني هذا مما عنا لي من الذكريات، أشوفكم على خير.